مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معاكم إلى لقائنا الثاني. عادة التدوير هي عملية تحويل المواد العديمة الفائدة إلى مواد نافعة يمكن استخدامها في أمور مفيدة، وتحويل الأشياء المنزلية وتوظيفها بطرق مبتكرة تجعل من أغراضك المنزلية القديمة مفعمة بالحياة من جديد. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة ضيفتنا ريم النجم، معلمة تربية فنية، ولكن بعد هذا التقرير. نرحب فيكم مرة ثانية بعد ما شفنا التقرير مع بعض، وباسمكم نرحب في ضيفتنا ريم النجم. أهلا وسهلا فيك ومنورتنا اليوم في صباح الخير يا كويت. حياك الله يا ريم. ريم، بالبداية نبي تعطينا يعني ديفينيشن أو تعريف لفن إعادة التدوير، وشنو الهدف منه؟ هو استخدام المواد المستهلكة. نعم. بدل ما نرميها بالنفايات نسوي لها إعادة تدوير بحيث أن احنا نستفيد منها ويكون لها قيمة مستفادة وبنفس الوقت لها رؤية جمالية. نعم. يعني نستفيد منها من الناحيتين، شكل جمالي. نعم. سواء نحطها في مكان أو زاوية. مه. أو نسوي منها أباجورات أو ليتات. بنفس الوقت الخامة نفسها نستفيد منها بدل ما نرميها. يعني أنا أفهم من كلامك أن هذه التصاميم الجميلة اللي موجودة الحين أمامي كلها عن طريق إعادة التدوير. إيه، عن طريق إعادة التدوير. ما في شيء يعني ينقط. عندك هنا هذه الأخشاب استخدمناها، قصيناها برواز قديم، بدل ما نقطع قطيناه بأخشاب. إيه، هي تعتبر أخشاب شيء مستهلك. وأساسا خامة الخشب خامة يعني هي فيها رؤية فنية جميلة، فسهلة أن احنا نستخدمها. راح نرجع حق التصاميم بعد شوي، لكن في ملاحظة يعني نشوف أنه ما شاء الله في الدول الأجنبية أي شيء مثلا يستخدمونه، زجاجة فارقة، أشياء تالفة، يعيدون صناعتها ويستخدمونها بشكل مختلف، بس احنا ما عندنا هالشيء هني، شنو السبب؟ أنا أتوقع السبب على حسب البيئة. يعني البيئة اللي عندهم تكون مثلا ريفية، فيها طبيعة أكثر، في غابات وكذي، في غابات، في وايد مواد مستهلكة. نعم. وايد يعني عندهم. وغير كذي يعني الاتحاد الأوروبي عندهم حاط قوانين صارمة، يعني حاط حاويات حق هذه الأشياء. يعني نعم. البلاستيك، إيه، البلاستيك لا حاوية، الزجاج لا حاوية. صح. الخشب واللي يقط النفايات هذه بسويسرا أتوقع الاتحاد الأوروبي. نعم. لا مخالفة بهذا الشيء. فيعني صاير إلزام، إلزام صحيح فيه. وغير إنه يعني إلزام، قلت لك البيئة عندهم محافظة على البيئة. إيه، محافظة على البيئة. نعم. طيب أنت متى بلشتي في هذا الفن الجميل اللي هو إعادة التدوير؟ حضرتك طبعا مدرسة فنية. إيه، مدرسة فنية. ولكن هل هذا التخصص يعني أنت دارسته، ولا أنت يعني ابتكار من عندك واجتهاد منك؟ اجتهاد، هو يعتبر ابتكار. يعني أتذكر من أيام من المراهقة. نعم. كنت أخذ الملابس وما أقطها. يعني مثلا في قطعة إيه؟ اقص منها شغله شم، احط عليها شم ثاني، فتطلع بشكل حلو، بشكل جميل. إيه، وغير ولا حد يعني يلاحظ ان هذا كان شيء قديم. نرجع حق التصاميم اللي موجوده والاعمال الجميله الفنيه اللي موجوده قدامنا، كان زين تشرحين لنا بعض هذه التصاميم وشلون عدتي تدويرها، وشنو المواد الاساسيه اللي عدتي استخدامها اصلا؟ هي تعتبر اشياء سهله بسيطه. نعم. وهو فن ابداعي يعتبر. صحيح. وفلسفه هي. يعني اخذ ماده على ماده احطها اطلع شيء جديد مو بالبال ولا بالخاطر. نعم. يعني عندك هني استخدمت هذا الخيط. ايه. انزين، حطيت عليه غيره مجرد بالونه ولفيتها عليه، خليته ينشف يوم كامل او. نعم. بالاستشوار اذا ابي بسرعه. نعم. مجرد بس اجيب الدبوس وبطها تطلع لي هذا الشكل. واقدر اسويها جميل. إيه، بالحجم اللي انا ابي. يعني اقدر اسويها اباجوره كبيره معلقه واحط فيها ليت وتثبت على هالشكل. تثبت يعني لدرجه اني اسوي اباجوره كبيره. اي، او تحطين حتى شموع او شيء. شموع او ليت، حتى ليت كهرباء. طبعا هني في ليت. صح، هني في ليتات على بطاريه. على بطاريه. اي، فهذا شيء سهل يعني ما ياخذ منك وقت. أيه. وايد. حتى الخامات اللي مستخدمتها فيه. أيه. يعني شيء بسيط جدا، خيط. أيه. بالونه. أيه. وطلع لي شيء شكله جمالي وراقي. صحيح. اي. نعم. لو عندك هني نفس ما قلت لك برواز استخدمت فيه الخشب. هني استخدمت اسلوب يعني حتى طريقه الملابس. نعم. اقدر استخدم الديكوباج. حلو. يعني مثلا هذا جلد طبعا. هذا جلد. بس الرسمه ديكوباج، يعني مثلا رسمه على كلينكس. حلو. او رسمه بمجله او جريده. تكون حلوه. اقدر انا استخدمها بهالطريقه بالديكوباج. شلون؟ شرحي لي بس. يكون في الرسمه اقصها. أيه. واحط عليها غيره
تحتها وفوق في غيرها مخصص حق نعم. تثبت تنطبع تنطبع خلاص حلو. وبعدين اي بالوان اسوي تتشات خفيفه ويطلع لي هذا الشكل. انزين وهالاشكال هذه اللي الحين موجوده ايش كثر ياخذ الوقت يعني؟ ما ياخذ وقت وايد، نفس ما قلت لك يعني هذا 10 دقائق بس انا يعني قاعده الفها يعني شيء يعني فني يعني شيء حلو شيء حلو يعني هني مثلا في جار صح؟ اي هذيلا لا جلاسات جلاسات الجبن الجبن اي نعم. فهذه اعاده تديرها بدال ما نقطعها نعم. حطينا عليها خيوط حلو. صبغناها اقدر احط لو اشيل الخيط هذا اقدر احط داخل شمعه فتعطيني شكل جمالي حلو. نعم احنا يمكن قبل شوي تكلمنا عن موضوع اعاده التدوير واهميتها طبعا في المحافظه على البيئه. تعتقدين انه يفترض انه يدرس يعني هذا المنهج او هذه الماده في المناهج بشكل خاص يعني بدولة الكويت علشان تشجيع على أولا المحافظة على البيئة وهو أيضا توفير والاستخدامات الجيدة وأيضا على فكرة هذه الأشياء هذه الفنية والابتكار والإبداع شيء يلهي الشباب والشابات بشيء مفيد يعني صح إيه هو موجود عندنا بمناهجنا بحكم أني أنا مدرسة في عندنا إعادة تدريجي بس الطالب ما له مزاج يعني يبي شيء سريع يبي شيء على الجاهز فهو شيء حلو هو فن إبداعي يعني إحنا الحين في عصر تطور سريع وعصر أساساً كله إبداع يعني مبدع موسيقى مبدع شاعر مبدع طابخ مبدع تصميم مبدع رسم إحنا في زمن إبداع هذا فلازم هذه القيمة أن تدرب أن إحنا نوعيها يصير توعية عليها بحكم الطالب فتنميتها نميها يكبر بحيث أنه يزيد الإبداع عنده ويصير في تطور في الإبداع هذا شيء مهم هذا شيء جميل يعني موهبة وهواية جميلة عندك هل فكرتي أو ممكن شاركتي في معارض مختلفة؟ إيه بحكم المدرسة عندنا نشارك في معارض وناخذ ورش يعلمون الطريقة شلون يعني استخدامها والطريقة والأدوات وطريقة التنفيذ نعم طبعا شاركتي على مستوى وزارة التربية ولا شاركتي أيضا يعني على المستوى المعارض الخارجية؟ لا على وزارة التربية المعارض الخارجية شاركت فيها كرسومات ولوحات كبيرة بس هذه على وزارة التربية لأن مهتمة وزارة التربية بهالأشياء. زين شنو هالخشاب اللي عندك؟ هذه خشاب هم من أقدر أنا مثلاً أسويها أي بجلاس وصفها على الجلاس يطلع لي أخش الجلاس يطلع لي شكل حلو وأحط فيها شمعة داخل. حلو. فيصير شكلها شمعة. فوايد حلو. عندك هني هذه خامة بدل ما قطها سويت عليها طباعة يعني مو محتاج الشخص يكون رسام أو يرسم. نفس ما قلت لك هناك ديكوباج مو شرط يكون رسام وهني هم من ريشة. حطينا عليها لون مجرد بس طبعناها وعطاني هذا الإفيه تأثير. إنزين عندك أي إضافة أخرى أستاذة ريم؟ إيه لا والله أتمنى. بس هذا الجلد عفواً هذا الجلد. إيه. كنت وريني إياه. هذا. عشان حرام أنا وايد عجبني عجبتني ألوانه ويعني جلد. هذا يعتبر حزام حق العدة أو شيء. أها. مثل التنورة يعني. إيه إيه إيه. إيه حق الرسم يعني. إيه مو شرط حق الرسم حق الكهرباء. يحطين فيها عدد حق الطبخ. عادي يعني تقدرين تسوي مريلة مثلا حق الطبخ بس لو ديكوباج هذا جلد حطينا فيه ديكوباج وروّنا عليه طلع لي شكل جمالي نعم نعم طبعا عساك على القوة ونورتينا اليوم في صباح الخير يا كويت وفعلا فن جدا جميل وجذاب للأمانة شجعتيني اني ما قلت ملابسي القديمة استفيد منهم واستغلهم في هذه الأشياء الحلوة نتمنى لك التوفيق وحياك الله وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى الزميل نجيب القحطاني صباح الورد نجيب